ضيوفنا الكرام. السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية. الدمير عبد الله الحسني. نحن اليوم بتخرج دفعة ستينية استرجاع السيادة الوطنية، نعكف على رسم معالم عهد جديد نصب من خلاله إلى بناء دولة حديثة بأدائها يكون فيها المواطن طرفا فاعلا وغاية منشودة للنشاط والمرفق العموميين. عهد ستنعم فيه بلادنا إن شاء الله بعدما استكملنا البناء المؤسساتي تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية باقتصاد متنوع المداخيل يكفل للمواطن أمنه الغذائي والصحي والمائي والطاقوي بعيدا عن المنطق الريعي، دون أن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي ولا تدخر أي جهد في سبيل حماية القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم للمواطن. ها هي المدرسة الوطنية للإدارة تجمعنا اليوم في هذا الحفل البهيج لتزف إلى مؤسسات الدولة وإداراتها نخبة جديدة من الكوادر البشرية العالية التأهيل في مجالات الإدارة العمومية، الإدارة المحلية، التدقيق والمراجعة، الاقتصاد والمالية، التعاون المؤسساتي. لقد خاضت الدفعة 51 مشواراً دراسياً عامراً بلحظات الأمل والتصميم على النجاح، وحانت اليوم ساعة الحصاد لتتوج 3 سنوات من السعي الحثيث لاكتساب مختلف المعارف النظرية والتطبيقية حول الإدارة والتسيير العمومي.